شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أثمن عمل اللجنة، مشكورين على هذا المجهود، لكن ما جلب انتباهي أن العدد القليل للهيئات المستقلة، أي أنه 5 هيئات المتواجدة، منهم 2 ينجموا وزارات موجودة نجم تعوضهم وتنجم تكون فيها، إذا كان وإلا العكس، يا إما تكون فما وزارة مثل وزارة حقوق الإنسان، يا إما يكون هنالك هيئة لحقوق الإنسان، أي أن ربما هذا تضارب في السلوحيات، أي هذا يمكن ما يجعل من الهيئة ربما في وجود وزارة لحقوق الإنسان ربما نعوضها بأي لجنة أخرى، مع أني مع المزيد إيجاد هيئات دستورية. ربما الجانب المكلف اللي ذكرتوه واللي قلت، لأنه حسب ما درسنا في الهيئة المستقلة للانتخابات ستكون رتبة برتبة كاتب دولة أو برتبة وزير أو برتبة إلى آخره، ربما يشكل هذا عبء كبير، ولكن أعتقد أنه أقل من عبء الوزارات، أي أنه إذا ما استغنينا على بعض الوزارات وعوضت بهيئات، خاصة فيما يهم الحقوق والحريات، حتى تبقى هذه القيم هي شاملة لكل التونسيين والتونسيات ولا تخضع لأي محاصصات سياسية. وعلى هذا الأساس أدعو إلى إيجاد مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قمتم بدراسته وقدمتم تقريرا كذلك، في تقريركم قدمتوا ما قدمه ما السادة النواب، وأعتقد أن التعليم اليوم في حاجة أكيدة وملحة إلى إيجاد مجلس أعلى للتربية والتعليم. التعليم مرة وعبر السنين بعدة مراحل، تعليم يتبدل وتلامذة قاعدين نجربوا عليهم، كل ما يجي وزير تجي سياسة جديدة، وديما السياسة اللي فاتت راهي سياسة غالطة، أي أن التعليم اللي هو مصلحة أجيال وعبر الأجيال نبني أمم، مش ماهوش مقتصر بذاته، مش نقولوا هاي تعلم تو تبع تعلم حاجة أخرى، لا، لأنه بداية تكوين الأمم وبداية تكوين المجتمع وبداية تكوين هذا النخب هي تكون منذ المدرسة، أي أنه لا بد من إيجاد مجلس أعلى للتربية من شأنه أن يقوم بندوات وطنية، من شأنه أن يقوم باستشارات وطنية، من شأنه أن يقوم بكل ما يمكن أن يدعم به التربية في البلاد. كذلك التكوين، التكوين احنا في ذهننا وفي سلوكياتنا قسمنا التعليم لزوز، فما تعليم باش يخرج كادر سوبيريور وعنده شهادة وعنده بيرو وستيلو في الاخر، وتعليم اخر اللي هو فيه تكوين واللي ما عطيناش قيمة، واللي التلامذة ما يحبوش يمشيوا له، والا ما يمشي له كان التلميذ اللي ما عندوش معدل، والا كان التلميذ اللي انقطع على الدراسة، في وقت اللي نعرفه اليوم اذا كانت عندنا نفس تفاوت التعليم كما كان يسمى قبل التعليم الطويل مع التعليم المهني، ولا هو نفس درجة الامتياز، ربما ما كانش عندنا العرض الفائق الأم، معناها فما في الشهائد العليا، على عكس عندنا الطلب فائق في اليد العاملة. اليوم اليد العاملة مش قاعدة موجودة، وإن وجدت فهي ليست مختصة، وهذا ناتج عن السياسات المتبعة. أدعو أن يكون هذا المجلس موجود حتى ندعم التكوين المتميز والتكوين العلمي كذلك والتكوين المرتبط بسوق العمل. اليوم شو تجيب نجار ما ترقاش، وإلا إذا كان مش ترقاه مش يخدم لك بطريقة مهنية، وإذا كان بطريقة مهنية راه مش يجي يخدم لك حاجة صغيرة عندك في الباب على خاطر هو عنده حاجات كبار باش يعملهم. إذا المواطن وحاجته اليومية للحرفي ماهيش موجودة، ماهمش موجودين. هنا ندخلوا للبحث العلمي. البحث العلمي كذلك لاحظنا وأنه لم يقع استثماره البتة في الوزارات ولا في المؤسسات. نجي ونرجع مثلا كما نقول، سمحني سيد الرئيس، كما قلت صار انقطاع نتاع الماء، احنا مهدين بين شهر واخر ويوم اخر انقطاع الماء. انقطاع الماء مش مهدين على خاطر فما شكون يحب يقص الماء والا فما شكون يحب يقص الضوء، لا،
على خاطر ما فماش إدراج لمنظومة البحث العلمي، على خاطر إذا كان فما البحث العلمي يمشي بالتوازي في المؤسسات، راهو بالقنوات متاع الماء قاعدين يحطوا اللي توا مهدين بالكالسيفيكاسيون أو التكلس معناها وبشي ضيقوا، وبعد الدي بي ينقص، وبعد ما عادش قادرين يمشي خلطوا الماء للأماكن العالية. إذا كان عندنا شكون كان يتابع في هذا، رانا فما دي برودوي كيميك دي برودوي فيزيك دي تريتمون فيزيك يعملوهم باش ما تصيرش هذايا. حاجه اخرى برك ملاحظه كهاو باش نركز عليها، هي كلمه كهاو بإجازة سيد الرئيس، هي المجلس اعلى للثقافه والابداع. نعيش اليوم ازمه كبيره اسمها ثقافه وابداع، الناس الكل خايفين على ثقافه البلاد وخايفين على الابداع. نعرفوا اللي مادام فما تجاذبات سياسية ونحن في مرحلة انتقالية، ماذا بينا خنعتيه جانب كبير، لأن الثقافة والإبداع من شأنه أن يطور هذا البلد، ومن شأنه أن يطور هذه الأمة، ومن شأنه كذلك أن يبعث كذلك الطمأنينة في المبدعين والمبدعات. لذلك لابد من إيجاد هذا المجلس، وشكرا. شكرا.